عايزه اسال كفه انهي ست بتطب اكتر في عين وقلب الراجل، الجميله ولا الذكيه؟ شايفين من وجهه نظركم مين اللي كفتها بتطب اكتر؟ لا اتبند على الراجل نفسه وتفكيره وثقافته وبيئته اللي نشا فيها. في راجل يقول لك لا انا عايز ست حلوه ما يهمنيش بقى مخها تفكيرها، انا اصلا هلغي مخها ده خالص وانا اللي هفكر. وفي راجل يقول لك لا انا عايز ست تعرف تربي ولاد او جيل كويس، تربيه صالحه، تعرف تعلمهم كويس. مش معنى كده ان الست الجميله ما بتعرفش تربي تربيه صالحه، لا، بس انا اقصد ان في راجل ما يهموش الشكل تماما لو شايف ان هي ذكائها يمشي البيت كويس، تعرف تسند معاه البيت لو هو مش موجود، يبقى ضامن ان هو سايب شخصيه قياديه في البيت طول ما هو مش موجود، حد يعتمد عليه. في راجل تاني يقول لك لا انا اخدها شكلا مثلا مش حلو، هعمل ايه بذكائها وانا هتجوز راجل زيي؟ انا عايز ست اموره جميله اشوفها عيني تتسر كده وقلبي يفرح لما اشوفها، ما تخلينيش ابص لست غيرها. فدي حاجه نسبيه، كل راجل بيقيسها غير تاني. اكيد اكيد هي ملهاش حكم او ملهاش يعني فعلا قاعده، انما بيبقى فيه يعني ايه بنقابل في حياتنا من دول ومن دول، فببقى عايز اعرف وجهات نظركم من خلال الناس اللي قابلتهم في حياتكم، الاكتريه كانت لايه؟ بيفضلوا الشكل ولا بيفضلوا الذكاء؟ انا متهيألي بيفضلوا اللي بيرتاحوا معاها. اكيد اي حد يعني الشكل بقى ذكاء اللي بيبقى مرتاح معاها، يعني ممكن تبقى واحده حلوه وذكيه مش مرتاح، واحده حلوه وذكيه ومرتاح معاها، ف ملهاش مقياس قوي وملهاش قاعده. هو بيبقى ارتياح. بس في رجاله بتخاف من الست الذكيه والجميله، لا من الست الذكيه ولا بوجع دماغ؟ طبعا. قولي لي يا نهال، قولي لي رايك في الموضوع ده. طبعا ليه بقى؟ لان هو بيبقى راجل هنا ما اشتغلش على نفسه. فاكره لما كنت بتقولي في الاول ليه الست هي اللي بتشتغل على نفسها وليه هي الست اللي عامله مجهود؟ عشان هي الست عايزه تتطور، عايزه تبقى احسن. بالظبط. الراجل خلاص انا اشتغلت وعملت وعملت كارير بتاعي وعندي شغلي وعندي بوزيشن وعندي فلوس، خلاص اللي عليا، خلاص انا مش محتاجه اعمل حاجه ثانيه، مش هشتغل على نفسي، مش هتطور. تبدا الست تشتغل على نفسها، يبدا الراجل يخاف منها، يقلق. ليه؟ لان هي بقت عامله هاله حوالين نفسها من النجاح والشطاره والشياكه واللباقه. مين بقى اللي بيقلق؟ ده الراجل اللي عنده فراغ في شخصيته. اللي ما اشتغلش على نفسه. ولكن الراجل الواثق من نفسه، الراجل اللي اشتغل على نفسه وعارف ان هو قدير بست، ست تستاهل، ست دي مش معناها ان هي حلوه، قدير بفكره الست اصلا بوجودها في حياته، طبعا مش هيقلق، مش هيخاف. لان دلوقتي بقى الخوف اصلا من البنات عموما، انا خايف ادخل على اي علاقه، خايف ادخل على واحده اتعرف عليها ما هي هتبقى متطلبه، هتعوز مني حاجات، لا 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 بصي شكلها حلوه وجميله، لا لا دي اكيد بتصرف، انا ما اقدرش على مصاريفها. بس ده بتهيألي في الاجيال اللي هي يعني السن الكبير شويه، ما احنا بنتكلم على الصغيره بقى دلوقتي، مش العلاقات. انا هنا بتمحور حوالين فكره الجواز. ما هو تمام، مش العارفه تبقى الجوازات الثانيه، لان اللي اوريدي متجوز خلاص، ما هو يعني هو ومراته متجوزين بقى لهم فتره، المفروض بيشتغلوا لو دماغهم واحده بيشتغلوا على نفسهم مع بعض، بيتطوروا مع بعض، بيعلوا بعض. بالظبط. بس احنا بنتغير يعني هيل، بنتغير يعني احنا ممكن نتجوز واحنا في العشرين، نيجي على سن الثلاثين او الاربعين بالظبط كل حاجه تتغير، طموحاتنا تتغير، بننضج اكتر.